نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه أيها الإخوة وأيتها الأخوات أعظم منقبة من مناقب ذكر الله سبحانه، وأعظم فائدة أن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، كيف حالك شيخنا؟ تفضل، الله يسلمك. إذا كان الأب مصر على تغيير منشأ البضاعة، تغيير منشأ البضاعة، يعني أبوك يقول أن السلعة مستوردة من إيطاليا وهي مستوردة من الصين، زي كده يعني، بس يبيعها بسعر الصين، يبيع بسعر الصين، لكن أيضا فيها غش للناس ستروج للسلعة. نعم، أصر على الخطأ، نصحت ما ردش. والله يا أخي الكريم هذا حرام، وإن أنت تأكل معه في نفس المعيشة ولا إيه؟ نعم، في نفس البيت ونفس العمل. لكن أنت تعمل في نفس العمل؟ نعم، أعمل معه نفس العمل. بين للناس. ماشي. بين للمشترين حقيقة الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وحدك يا شيخ. الحمد لله. أنا كنت أستأذن حضرتك أسأل سؤالين لو ما تقولش. تفضل. دلوقتي أول سؤال يا شيخ، هو أنا دلوقتي في جامعة مختلطة وعندنا المحاضرات ما بيبقاش جنبية نساء أو أي حاجة، بس بنبقى في مدرج. فأنا الفترة دي الحمد لله بقى في يوتيوب، الدكاترة بتوعنا بيحطوا على اليوتيوب كل اللي احنا محتاجينه، يعني كل الدروس عندنا موجودة عندها من الألف للياء كل حاجة. يعني أنا ممكن أقعد في البيت أتلقى كل المعلومات، بس ما بقعد في البيت بلاقي نفسي بتكاسل وبنام وما بذاكرش كويس. فهل أنا ليه العذر ان انا اروح الجامعه لسه المختلطه، ولا خلاص سقط عني العذر عشان ما بقتش ضروري عندي البديل؟ لا، ممكن تروح بس تغض بصرك. اي انا يعني انا يحل لي ان انا اروح اصلا عادي. ايوه لكن تغض بصرك. بارك الله فيك، بارك الله فيك اخ حسن حجازي، والله يوفقنا لك لكل خير. هل يجب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ازاي فضلتك يا عم الشيخ، عامل ايه؟ الحمد لله انا طيب والله، الحمد لله. هل يمكنك ان تسألني سورة النور؟ النور؟ نعم ممكن ان شاء الله. ان شاء الله. ليس على الأعمى حرج. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم
أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. حسبك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. حسبك أم عائشة تقول 100 ريال لسارة وأنا موافق. أم عائشة مادام أبوك في السعودية يعطيك بالريالات لا يضحك عليك يعطيك بالجنيهات يعطيك 100 ريال الليلة دي أنت قراءتك طيبة الحمد لله بارك الله فيك. جزاك الله وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت لسه أسأل حياتك يعني لا أسأل سؤالين هل أسأل عادي ولا كده؟ تفضل. تمام. هو دلوقتي سؤال هو اللي سمعته إن العلوم الشرعية عموما يعني أرقى من أي علم تاني يعني كل الذكر للعلم في القرآن والسنة بيبقى ليه علاقة بالعلم الشرعي فهل ده معناه إن يعني لو حد مثلا في مجال زي الطب اللي هو مجال بياخد وقت كتير جدا هل أفضل إن الشخص ده يتفرغ مثلا للعلم الشرعي ويخش مجال ما بياخدش وقت زي مثلا التجارة أو حاجة عشان يتفرغ للعلم الشرعي ولا إيه؟ عشان لو كده يعني إيه فايدة الواحد يخش طب أو حاجة بتاخد وقت كتير قوي زي دي؟ والله إذا أنت احتسبت أيضا فإحنا عندنا قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وعندنا دعاء أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والنبي قال كل ميسر لما خلق له فهناك أناس يسر الله عليهم سبيل الطب وأناس يسر الله عليهم سبيل العلم الشرعي فإذا استطعت أن تجمع بينهما فحسن ما استطعت فالذي تقبل عليه بنفسك ونفسك مستريحة إليه وتحتسب الأجر عند الله فيه توكل على الله يعني إن أجمع بين الاثنين أفضل من أنا أتفرغ للعلم الشرعي وأنا ما عنديش يعني أنا طول عمري بدرس يعني الطريق اللي وصلني للطب فلا أنا أفضل لي مثلا أجمع بالاثنين وخلاص بدل ما أتفرغ للعلم الشرعي ممكن تجمع بالاثنين وإن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله يسددك الله ويسر لك سبل الخير. جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك يا شيخ عندي سؤال دلوقتي هي زوجة مش فاكرة إذا كان زوجها قال لها لو عايز تفعلي الشيء ده افعلي بس أعرف إنك لو فعلتي اللي بينا انتهى أو أعرف إنك فعلتي اللي بينا انتهى وهو بيقول أنا مش فاكر برضه مش فاكر هو قال إيه بس هو بيقول خلاص. إن نيته مش طلاق ولا تهديد هو بس مجرد كلام عشان الحاجة دي ما تحصلش لا يقع شيء إذن ولا يعني لو فعلت مستقبلا معلوش كفارة يمين والله الكفارة اليمين أمرها سهل يعني إذا جيت على كفارة اليمين هنقول كفر كفارة يمين احتياطا لكن ما عندي المبررات الكافية أن أنا أقول له كفر كفارة يمين تمام يعني لا يقع شيء. السلام عليكم وحفظك الله يا أم أسماء وأنت يا فاروق أبا مصطفى. مرحبا يا شيخ محمود العزبي الحمد لله على سلامتك سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ طيب الحمد لله طيب. حفظك الله يا شيخ عندي سؤالين إذا سمحت. تفضل. السؤال الأول يد عنده حفيدة
فأمها مطلقة، يعني هي بنته، الأم ابنته، وهذه البنت لديها بنت أيضا. فهذه الحفيدة عندها إعاقة في اليد، ويريد الجدي أن يعطاها من الزكاة لمصاريف المدرسة ولمصاريفها الشخصية وكذا، فهل هذا يجوز أو لا؟ يعني الحفيد حفيدة الرجل من ابنته، صحيح، هو لا يجوز، لا يجب عليه، لا يجب عليه الإنفاق عليها، فما يفعله معها من باب المستحب، فعليه يجوز له أن يعطي حفيدته من أموال الزكاة إذا كانت من مصاريفها. طيب يا شيخ، يعني هي الآن الزكاة تذهب لمدرسة لأنها يعني بحاجة لمدرسة بحكم حالتها، يعني فهي بحاجة لمدرسة خاصة، فهذه أقساطها عالية شوي. عفوا اسمع الكلام بس. نعم. هو يسلم الزكاة لمن يقوم بأمر اليتيم، من يقوم بأمر الحفيدة ما دام رشيدا، ويبرئ ذمته هو أمام الله، ما له دخل بشيء آخر. طيب يا شيخ، السؤال الثاني إذا سمحت، هل يجوز اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء في السجود؟ لا مانع من ذلك، لكن الوارد في السجود أدعية عن رسول الله تقال، فهي التي تقدم عن رسول الله هي التي علمنا إياها الرسول، نقدمها، الصلاة على النبي موطنها والتشهد. جزاك الله خير شيخ، وياك، بارك الله فيك يا نجوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله وبارك الله فيك ونفع بعلمك. وإياك، تفضل. الله يبارك فيك. شيخنا الكريم، عندي ولد عمره 14 عام، يعني بعد شهر كنا 14 عام. إن شاء الله. أمه مطلقها من وهو سن سنة ونص، وكنت أصرف عليه بما يرضي الله إلى قبل 4 شهور. الآن ترك بلاد المسلمين وذهب إلى أمه في ألمانيا. سؤال، هل أنا آثم إذا أوقفت الإنفاق عليه؟ هو عقد. لا، يعني لا أقبل أنه يعيش في ألمانيا. هو بلغ أم لم يبلغ؟ بلغ. ها؟ بلغ. لا يجب عليك الإنفاق عليه بعد بلوغه بالحيثيات المذكورة، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله ينصر إخواننا في غزة ويوفقهم لكل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير. طيب، كنت عايز استفسر عن صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لقيت إبراهيم ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام، فقال أقرئ أمتك مني السلام، وبلغوا أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن الحديث ضعيف. تمام. نعم. ماشي يا شيخ. بارك الله فيك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. لو سمعت يا شيخ، كان عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. يا شيخ، انا يعني طول عمري عندي كده في الصلوات، سواء كان بصلي لوحدي او خلف الامام، دايما اقول يعني سمع الله لمن حمده مع الامام بعد ما يقوم، فهل علي شيء في الصلوات؟ خالفت السنه، لان الرسول قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لكن على أي حال الصلاة صحيحة، بارك الله فيك. جزاك الله خير. وإياكم. بارك الله فيك يا أخ أحمد حميدة وسلمك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا سامي الموجي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير. بقول لك يا شيخ، دلوقتي انا جاي لي فرصة عمل في شركة الكهرباء، تمام؟ تمام. وبشهادة شبكات كهربائية، لكن انا في الصنايع في 3 سنين كنت بحضر وتمام في النظري والعملي وكل حاجة، بس كنت بغش في الامتحانات يعني كلها. فهل انا الراتب بتاعي من العمل ده حرام؟ انت تتقن عملك المعهود به اليك الان ام لا؟ هو انا لسه جالي الفرصه، لسه ما روحتش، بس انا اعرفه لان انا ليا ناس يعني قرايبي شغالين في الشركه دي. هو يعني وكده كده من طبيعه العمل هو بيتعلم اكيد العمل. خلاص اعمل واستغفر الله واكثر من الصدقات. يعني الراتب مش حرام يا شيخ ولا ايه؟ لا، ما دمت تؤدي عملك على الوجه الاكمل الراتب مش حرام، لكن استغفر الله من الذنب الذي فعلته. تمام يا شيخ، شكرا الى الله راغبون. جزاك الله خير يا ابو عمر. السلام عليكم. السلام عليكم، كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله انا طيب وبخير الحمد لله. ان شاء الله تكون بخير. انا بس عايزك، عندي سؤالين كده. اول سؤال، حضرتك كنت بتشرح في صحيح مسلم وعن العدوى، عن العدوى والطيره. نعم. يعني انا برضه مش فاهم، يعني اصلح يعني حضرتك في صحيح مسلم يعني الدنيا بتبقى مختصره شويه. انا اقول لك اختصارا باختصار شديد، في باب الاعتقاد تعتقد أن لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل بإذن الله. وفي باب العمل تفر من المجذوم فرارك من الأسد، كما بين لنا الرسول. أقول لك مثال آخر، أنت تعتقد وأنا أعتقد والحمد لله أن الرزق مقدر، ففي باب الاعتقاد اعتقادي التام أن الرزق مقدر، وفي باب العمل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أنتقل إلى باب الشفاء، أنا وأنت نعتقد أن الشفاء مقدر، يلزمنا هذا الاعتقاد، ومع ذلك تداوى. وفي باب العمل تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أنتقل إلى باب الحروب والنصر، نعتقد جميعا أن النصر من عند الله، ومع ذلك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ففي باب العدوى لا أعتقد لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء بإذن الله. لا سمعنا أنني اختلطت بواحد لازم أمرض، لا، هذا سبب، كل شيء مقدر، ومع ذلك أفر من المجزوم فراري من الأسد. يعني الحديث ده شيء صحيح فعلا يعني؟ له طرق عن رسول الله متعددة، ورد من حديث أبي هريرة، ورد من حديث جابر، ورد من حديث أنس، له عدة طرق عن رسول الله. معلش بعدين في شيخ سؤال آخر. اتفضل. اللي هي الآية والمحصنات من النساء إلا ملكت أيمانكم، يعني في الآخر فأتوهن أجورهن فريضة. أيوة. الآية دي نسخت أم لم تنسخ؟ لا، لم تنسخ. لم تنسخ؟ أيوه نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ما نسخت. يعني إيه فأتوهن أجورهن فريضة؟ الأجور المهور، الأجور المهور. هنا يقصد المهور يعني؟ أي نعم، أجل المهور. جزاك الله خير. الله يبارك. جزاك الله خير. حياك، مع السلامة. مرحبا يا شيخ صلاح عز الدين، وفقك الله وسلمك. مرحبا يا فضل الشيخ إيهاب عقل، حفظك الله ولك بمثله. بارك الله فيك يا عبد الرحمن مصطفى طاهر. أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الشيخ مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس عادي الشيخ مصطفى، أنا فلوسي كلها دولار يعني. فجيت أطلع الزكاة مقدما من شهرين، طلعت المبلغ كله دولار، وبعدين فكيته، كان ساعتها السوق السوداء ب50، وفكيته وطلعته يعني. ما عليك مشكلة كده. نعم؟ ما عليك مشكلة. أنا لسه سؤالي يعني. دلوقتي حاول. السؤال. اللي بقى دلوقتي.
الدولار بقى ب60، فهل لازم اطلع الفرق ولا انا خلاص طلعت دولار ولا العبره بالدولار لا ساعتها؟ لا يا اخي الكريم، انت كان معك 1000 دولار، قلت يا ربي زكاتها 25 دولار، 1025، فقلت يا ربي انا ساغير 25 لان الناس لا يعرفون التفاهم بالدولار، فغيرت 25 واخرجتها، برئت ذمتك. ايوه، يعني العبره بالدولار، من العبره مش بسعر الصرف. خلصنا الموضوع. انت يعني ما طلعش الفرق، انا كده برئت ذمتي. برئت ذمتك اذا كان بالتوصيف الذي ذكرته لك. ايوه ايوه، هذا هو التوصيف. انا مظبوط خلاص. محمد الافندي، هذه حملناها على المهور، ليست منسوخه يا محمد ابدا. هل الراقي ياخذ اجرا برئ المريض ام لم يبرأ؟ الراقي هل ياخذ الاجر اذا برئ المريض ام لم يبرأ؟ تلك مساله فيها الوجهان للعلماء، وأظنها راجعة إلى الاشتراطات التي بينهما، الاشتراطات التي بينهما. طبعا في رواية أن الصحابي رقى اللديغة فبرئ فأخذ الأجر، أخذوا الأجر على ذلك، أخذوا الأجر على ذلك، فهذا وجه. والوجه الآخر أنهم يقيسون الراقي على الطبيب، الطبيب غير ملزم، الطبيب ليس بملزم بالشفاء من عدمه. هناك وجهان للعلماء، وأقول على الشروط المتفق عليها فيما بينهما، والله أعلم. السلام عليكم. وبارك الله فيك يا أستاذ سعد السويدي، حفظك الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. كنت عايز استفسر عن 3 أنواع من السرقة كده يا شيخ. 3 أنواع من السرقة؟ المبلغ مالي من 15 سنة، 5000 جنيه، لما أحب أرجعه حاليا أرجعه بقيمته ولا لا؟ زود زود، لأنك أضررت به. يعني مثلا هو ليس بدين ولا أكثر كمان؟ لا طلع، أنت معك فلوس كثير. لا، ما هو في مظالم كثيرة. إذا أقصى ما تستطيع أن تفعله فعله. طب بالنسبة للذهب بنفس الكلام؟ طبعا، سرقت جرام ذهب ترد جرام. ممكن أرجعه قيمته فلوس ولا لازم يرجع ذهب برضو؟ ما هو فلوس الآن بسعر الآن، يعني عادي نفس الجرام أو نفس السعر؟ يعني عادي نفس الجرام أو نفس السعر. سؤال تاني معلش. كنت وسيط بين راشي ومرتشي، نعوذ بالله. ايه، واخذت 10,000 من المرتشي. ايه، وجيت بعد 3 سنين رجعتها للراشي، علي حاجة تاني كده ولا؟ والله يتوب الله على من تاب، الحمد لله ان بدأ قلبك ونفسك اللوامة تلومك، وبدأت ترجع الأشياء. نشكر الله الذي وفقك لهذا. الحمد لله. وانا رجعتها، خدتها من المرتشى انا، بس رجعتها للراشي الاساسي. الحمد لله، ان شاء الله انت على خير اذا سلكت هذا السبيل. الله يبارك فيك واستر علينا وعليك. خير، الله يعزك. الحمد لله يا اخي، الحمد لله، جزاك الله خير، هذه نعمه من الله سبحانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الأشياء في الله شيخ مصطفى الفرد. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت سؤال الشيخ، أنا عندي سؤالين. الأول بخصوص كانت الحكومة المصرية عملت لنا مبادرة للمغتربين، خيارة لكل مغترب. لا بأس من باب اختيار أخف الأضرار، فأنت كذا كذا إذا أردت أن تنزل سيارة إلى مصر كنت ستدفع جمرك. مظبوط. فإذا كنت سأدفع جمرك ولن يرجع إلي أشق من لو دفعت جمرك ورجع إلي، فأنا مخير بين مفسدتين، المفسدة الأولى دفع الجمارك بلا رجوع، والثانية دفع الجمارك والرجوع. أختار ماذا؟
والرجوع إن شاء الله. والرجوع هذا هو باب من هذا الباب. السلام عليكم. طيب. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في استفسار ثاني شيخنا بعد إذنك. تفضل. أب له ولدين يعني أحدهما بر بي والآخر عق بي في حياته لأنه الاثنين متزوجين وعايشين معاه في نفس البيت. الأب بصراحة يعني مش قادر يعيش مع الابن العاق بي هو وزوجته كتير بيضروا بيه كتير. فهو طلب إن البيت يتم تقييمه ويشتريه الابن الأصغر حتى لو موافقش الابن الثاني العاق. يتم تقييم البيت ويشتريه الابن الأصغر ويعطي لأخوه الثاني ده جزء من الفلوس بحيث إن ابنه العاق بي ما يسكنش معاه في البيت. فهل هو كده الأب يعني أذنب في حق أحدهما؟ لا يعني. طب هو يذهب أين إلى أين يذهب الوالد؟ هيسكن هو في يعني الساكن في الشقة الدور الأرضي والأولاد الابن الأصغر وقال يعني هل ضرر الابن العاق ضرر كبير ومتعدي؟ كبير وتعدى وزوجته تعدت على الضرب والشكاوى وإساءة كبيرة يعني. هل يعني خيارهم اللي يجوز للأب على العموم أن يبيع بيته؟ لكن هل يبيع للولد الأصغر بسعر أقل أو بسعر السوق؟ بسعر السوق. لا بأس. تم تقييمه بسعر السوق. لا بأس. شكرا. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ إيهاب وأنت يا أخي محمد بدوي بارك الله فيك. السلام عليكم. أم آية بتاعت السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم سيدي. وإليكم. ممكن يا سيدي ترفع السماعة وأنت تصرف الصوت خارجا؟ بس هتطول ولا مختصر؟ لا مختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والله طبعا يكثر من الصدقة لأنها لا أراها تحل. السلام عليكم. خلاص عبد الرحمن معلش خذ تعبان شوية بس. السلام عليكم. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. سؤال سريع بعد إذن حضرتك. تفضل. عندي أخ شغال في شركة شركة بحرية بجهز سفن وكده يعني. أيوه. هو محاسب وخد شغل اضافي في الشركة ان هو يوفر المعيشة للناس اللي على السفينة الاكل والشرب لمدة اسبوع 15 يوم وهكذا. والشركة بتدي له راتب على ان هو يوفر الحاجات دي. هيوفر خمرة ولا لا؟ لا 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 ده حاجات اكل وشرب ما فيش حاجة حرام. طيب الحمد لله. والمشكلة السؤال ايه؟ الحمد لله. هو دلوقتي الشركة بتاعته كانت بتجيب ديزل من وقود يعني للسفينة. طيب. تمام؟ من مورد معين. المورد ده كان بيدي الشركة بسعر عالي. طيب. فهو قدر يوفر لهم مورد تاني يديهم الديزل بتقريبا بنص السعر. طيب نفس الديزل. نفس الديزل والشركة خدته يعني عادي. الشركة خدته ولقيته هو وفر للشركة مبلغ كبير يعني. وهو الجزء ده مش شغله يعني. الشركة مش مطالبة ان هو يوفر لهم كده. تمام. فهي المورد اللي تعاقد مع الشركة قال له انا هديك نسبة علشان انت جبتني وخليتني ابيع للشركة يعني ديزل. تمام. هو بيسأل بقى هل لو خد فلوس نسبة من الشركة من المورد ده تبقى حرام ولا حلال؟ في حين ان ده مش الشركة مش مطالبة انه يوفر الحاجات دي. لكن المعيشة لو شركة مثلا بيجيب منها اكل وشرب وحاجات ما بيرضاش ياخد منها اي نسبة ليه لانه بيتقاضى راتب من الشركة على ان دي شغلته. بالتوصيف المذكور يجوز. يجوز يعني. طب لابد من ان الشركة بتاعته تعرف ولا مش لازم؟ لا. نعم يا شيخنا؟ لا يلزم لانه ليس لا يعمل عملا من تخصص شركته. يعمل عملا ايه يا فندم؟ لا يعمل عملا من تخصص شركته. شركته مهمتها توصيل الطعام والشراب للسفينه. وهو وفر البنزين للسفينه.
لا لا يا شيخنا، هو شغال في الشركة اللي هي بتدور السفن، هو بيجيب للسفينة الأكل. أيوة الشركة يعني قالت له انت وظيفة بس خد بالك الحاجات دي وليك راتب. خد بالك يا حبيبي، هو بيعمل عمله في الشركة. ايه التردد ده عبد الرحمن؟ يا اخي اقفل السبيكر عندك. نعم يا شيخنا. اقفل السبيكر، تشوش علينا. لا لا انا قافله، انا قافل السبيكر. امال ايه؟ خلاص. المهم على العموم، هو عمله في الشركة توفير الطعام والشراب للسفينة. صح كده. ويتقاضى راتبا على توفير الطعام والشراب للسفينة، وهذا هو العمل المنوط به. صح. عمل عملا آخر ليس من تخصصه. تمام. وهو توفير بنزين للسفينة بسعر أقل. صحيح. هل هو أضر بشركته بشيء؟ لا، هو أفاد الشركة. أفاد الشركة، إذن لا مانع. السلام عليكم. تمام، شكرا. مرحبا يا شيخ عمرو بن مقبل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله. الحمد لله. لو سمعت يا شيخ مصطفى، كنت سمعت أحد المشايخ بيستشهد إن إحنا ما ينفعش نشدد على الناس اللي تحلق اللحية، بأن المعتمد في مذهب الشافعية هو القول بالكراهة مش التحريم. وأنا يعني إن تنازعتم في شيء فتنازعوا إلى المعتمد في مذهب الشافعية، ولا إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دون الله ورسوله. خلاص. لا أقول لك المعتمد في المذهب الحنبلة ولا المعتمد في المذهب المالكي، ما مش أقول. أقول لك إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولكن بعض الناس بيستشهد بدافع على إنه يحلقها يعني. والله يا أخي الكريم، أنا مع كلام الله ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا بخير ونعم من الله. أنا سؤالي بالنسبة للخلع بعد إذن حضرتك. سلم يا رب. الله يبارك فيك. دلوقتي حضرتك أنا زوجتي رافعة عليا خلع، وهي تقريبا كانت بتتصل بحضرتك قبل كده. هو بس في نقطتين هنا، هي دلوقتي بس ما اتحكمهاش بخلع ولا حاجة، بس هي معتبرة نفسها مخلوعة، وبقول لها لا طب حتى إدي نفسك فرصة وتعالي اقعدي معايا لغاية لما الخلع حتى يتنطقلك، بحيث ان انت لسه زوجتي. طيب انا مش هعتبر نفسي زوج، ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، طب هي مش عايزاك انت، ده هي مختلعة اصلا انها تكرهك. خلينا صراحه مع بعض، المراه أيوة تختلع من الرجل لماذا؟ ما انا فاهم، ما هو انا بقوله ايه بقى، ان هي تيجي تقعد، هي مش عايزاك تشوفك صارا يعني. انت لازم تسمع الكلام اللي يرزيك، يعني هي اختلعت منك لانها لا تريدك. هو في اولاد دلوقتي، هي مش عايزاك ولا عايزه الاولاد، خلاص هسيب لك. هي اولاد معاها واولادها تتبهدل كده يا شيخ مصطفى. يا اخي الكريم، ان هي الان رفع قضيه خلع، تقول انا لا اريد هذا الرجل. ما انا فاهم، ما هو انا بقوله لها ايه، ان هي تاخد فرصه وتدي لنفسها فرصه. ايوه انت بتنصحها، ما فيش مشكله، نصيحتك علينا والراس، لكن هي رافضه النصيحه. طب انا سؤالي لحضرتك دلوقتي، الفتره دي هي لغايه القاضي بس ما طلبش ما 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 ما, ما, ما قضاش بالخلع، هي تعتبر زوجتي ولا مش زوجتي؟ لا هي زوجتك، بس هل هي مش مقتنعه بكده بقى؟ ايوه هي زوجتك على يعني اذا مت سترثك واذا ماتت سترثها. هي لكن هي تريد. طبعا دلوقتي. السلام عليكم. انا ما استطيع اتكلم اكثر من اللي اتكلمته يعني. تفهم يا عبد الرحمن؟ ما بتختلى بتقدم خلع لسبب يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الشيخ مصطفى؟ اخوك مصطفى، تفضل. الله يبارك لك يا شيخنا، جزاك الله كل خير. لو سمحت كنت عايز اسال على شركات التقسيط، البضاعة من المكان والشركة دي بتقسط لي فيها بندين في العقد. البند الاولاني ان التمويل ده ليه عائد سنوي من 0-35%، وفي حالة التأخير عن سداد القسط يتم غرام التأخير من 0-10% على القسط المتأخر. يا أخي الكريم، أخي الكريم، في سؤال، هل هذه الشركة التي تقسط تملك السلعة أم لا تملكها؟ يا شيخنا لا تملك، انا بشتري من مكان وهي بس اللي تدفع للمكان اللي بشتري منه، وبعد كده بعصب مع الشركه دي. اذا هذه شركه ربويه، ابتعد عنها، لا تجوز. لا تجوز. ايوه تمام، جزاك الله كل خير يا شيخنا. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله في نعم من الله. الحمد لله. بعدين يا شيخنا كنت ينفع سجل؟ ينفع. ما استنوا. كنت عايز اسال حضرتك عن صحه حديث. تفضل. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. عبد الله. ذكر بعض ازواج النبي في جفنة. ها؟ جاء في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. الحديث بهذا السياق فيه ضعف. طب بعد ذلك كنت عايز يعني حكم الماء المستعمل بالأدلة، عشان ساعات ما يقطع كده. فكن الماء المستعمل الذي استعملته النساء أم الرجال؟ الرجال. الماء المستعمل الذي استعمله الرجال. ما لم يتلوث لا بأس به. والنساء هناك خلاف في وضوء الرجل بفضل المرأة. خلاف في وضوء الرجل بفضل المرأة، والظاهر أن وضوء الرجل بفضل المرأة في الجملة جاز مع الكراهة. طب ينفع أحمد اللي هو فلم تجدوا من فتيممه؟ نعم. ينفع برضو أول. نعم. يعني الآية اللي هي فلم تجدوا من فتيممه ينفع أقول برضو على الماء المستعمل اللي هو ده الماء برضو اللي هو وهو ما لم تصبه الوساخة، ما لم يتلوث. أيوه أيوه. ماشي. هذا ماء. نعم. خلاص ماشي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اخبار صحتك يا ربنا يبارك فيك ويحفظك. وياك. معك يا مولاي. يا مرحبا وسام شيخ طه. ربنا يبارك. سؤال يا شيخنا. تفضل. ما حكمة المصاحف اللي اتخذ من المسجد النبوي على أساس المساجد وتوزع على المعتمرين، ويعني أو يتعامل بها مسابقات تحفظ قرآن أو كده؟ إيه رأي حضرتك في هذه يعني المسألة؟ عفوا. نعم عفوا، أنت الذي ستسرقها؟ لا، اللي يتوزع كراتين على أساس بتوزع للمسجد. إيه عفوا، يعني في هيئة في المسجد النبوي مختصة بتوزيع المصاحف الخيرية للوافدين إلى المدينة من دول أخرى. ويقولون خذوا هذه المصاحف وزعوها على المساجد. نعم. فأتي بها الناس ويوزعونها على أنفسهم هدايا أو يوزعونها في مسابقات. نعم. هذا لا يجوز. طيب. لأنها وقفت للمساجد. نعم. هي موقوفة للمساجد على حد قولك. نعم. إذا كانت موقوفة للمساجد فلا توزع إلا للمساجد. نعم. بس. طيب. دعواتك يا شيخنا كده ان شاء الله مسافر غدا، وادعي لك اللي ربنا ييسرها معانا. فرجت الحمد لله. لا تجربه والله يا شيخنا، بجرب. هتجرب؟ في حد قال لي كده اجرب وان شاء الله ربنا ييسر يعني. تاشيره ايه يا طه؟ طلع تاشيره عمره. الله يسهل الامر. واحد قال لي اعمل عمره وجرب كده. وانت كنت مبصم؟ كنت مبصم زياره شخصيه، واحد عامل لي زياره وقبل الحج بلغ فيه هروب. مبصم لكن مش مبصم حج؟ لا ليس بصمت حج. ايوه. دعوتك ليا كده. الله يسهل امرك، وانت ادعو لنا في سفرك. ربنا يرفع قدرك. ابشرك منك ان شاء الله. السلام عليكم. الله يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. حبيبي شيخ مصطفى، انا بحكي معك من لبنان. خي شيخ مصطفى الله يفرج كربنا وكرباكم يا اهل لبنان. اشهد الله اني بحبك وبدعي لك، بدعي لك بكل صلاة. أحبك الله الذي أحببتنا له. ويزيدك علم ونور يا رب. وإياكم وإياكم وإياكم. مولانا بس بدي عندي سؤال صغير. تفضل. مولانا في عنا دائما بالمجالس بتتردد، يعني صار يعني سالفة موضة جديدة، ما بعرف إذا الأشعار اللي عنا مطلعينها أو هي مضبوطة. نعم عفوا عفوا. بس لا، رح اقول لك القصه شو هي.
السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عايز سؤالك ما سمعتك. سوف أطرح عليك السؤال باللغة الفصيحة. هات شيخ، دائما عندنا في المجالس دائما يتلغون في قصة المهر المؤخر للمرأة، مؤخر الصداق. ايه مؤخر الصداق يعني المهر. ايه المفروض انه يندفع، انه يدفع على الحياة صح، حتى لو ما حصل طلاق. هو المفروض، لكن في بعض الدول يقولون في قسائم الزواج هذا المؤخر يدفع عند احد امرين، الوفاة او الطلاق. فإذا كان ذلك كذلك والكل رضي بذلك فالمؤمنان ده شروطهم. يعني في بعض الدول، عندنا في مصر كده أحيانا في كثير من قسائم الزواج يقولون هذا الصداق المؤخر يستحق عند أحد أمرين، إما الوفاة، وفاة الزوج أو الزوجة، وإما الطلاق. فإذا تراضوا على ذلك فالمؤمن عند شروطهم، لكن إذا لم يكتب هذا فهو من حق المرأة ولها أن تطالب به في أي وقت. نعم شيخ، نعم. شيخ، سؤال آخر لو سمحت. تفضل. أنت تعلم أنه في لبنان عندنا يعني نفس الأزمة الاقتصادية في مصر بالنسبة للعملة تقريبا، يعني ربنا يفرج الكرب على العباد جميعا. هل الصداق مكتوب بالعملة اللبنانية؟ كما هو، ما نستطيع نبدل. يعني عندنا في مصر مثلا واحد كاتب مؤخر صداق ابنته 100,000 جنيه من 10 سنوات، 100,000 جنيه الآن تساوي 20,000 جنيه. نعم. تساوي 100,000 زمانها تساوي 1,000,000 مثلا. ملزم بالمكتوب فقط، وهذا قضاء الله وقدر الله على الزوجة بالمكتوب، يعني لا ذهب ولا دولار ولا شيء خلص. وهذا حزى بكثير من أولياء البنات، حزى بهم إلى أن يكتبوا المؤخر بالذهب الآن. يعني انتشر الآن في وسط البنات أن المؤخر بدلا من أن يكتب بالجنيه المصري المنخفض الذي في طريق الانحدار إلا إذا سلم الله، يقول له ما مؤخر ابنتي 20 جرام ذهب، 30 جرام ذهب، على ما يتفقان. صحيح. هذا أنا في الصيف الماضي شاهدت كتابا بالذهب بدل هذا، وهذا يعني هذا يعني أحسن بكثير للبنت، أضمن للبنت، لأن البنت حقها بيضيع الآن. صحيح. سلام. هل يبي سؤال آخر بعد أو خلاص؟ لا ما في مانع، تفضل. الله يحفظك. سؤال، أنا صار لي فترة الحمد لله بفضل الله امرأتي حملت بعد كذا سنة، منذ أن حملت مرأتي التزمت بالصلاة والحمد لله، والتزمت بورد أذكار وورد قرآن. يعني قبل ما تحمل ما كنت تصلي، لما حملت شكرت نعمة الله وصليت. صحيح. وأول يعني أول سجدة سجدتها كانت سجدة شكر. الحمد لله أن ربنا نفع. الحمد لله يعني. بس شيخ أحيانا يعني أحس أنه وساوس الشيطان دائما يقول لي أنه أنت مرائي وأنت مرائي. لا أنت مرائي ولا شيء، أنت رجل الحمد لله. يعني بما حتى يعني للعلم أنني لا يعني لا أقوم بوردي أمام الناس يعني أو بغرفة خالية يعني بمفرد لا أرأي أحدا بأي شيء. خلاص اسكت بقى كده، اسمع اسمع الكلام. اسمع الكلام. أنا أحس يعني أسمع نفسي وأنا أردد الأذكار، يعني اليوم مثلا أنا نائم في النهار أسمع نفسي وأنا أكمل الورد لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ده ما انقطع حتى وأنا نائم. يعني الحمد لله الذي من عليك بالهداية. يعني هذا ليس فيه شيء من الرياء. لا ليس فيه شيء من الرياء أبدا، بس لكن عليك بإعادة الفروض التي تركتها منذ بلوغك إلى أن اهتديتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا عم الشيخ. طيب الحمد لله. الحمد لله. ولا عم الشيخ خصم رجل يقول إن هو رأى في المنام ربنا.
وكلمه وقال له انا انقراض عني ساله قال له اه بعد كده قال له استجب دعائي قال له اه استجب دعائك رأى في صورة يعني بشر يعني ولا اه كان الوجه كان ابيض بشر يعني بشر اه بشر ان شاء الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وقال الله تعالى في شأن نفسه ليس كمثله شيء إنما هي إحاءات فلا يغرنه الشيطان بارك الله فيك ولا يخدعنه الشيطان يعني ده ممكن يكون من الشيطان لا طبعا من طبعا وارد بشدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله الشيخ مصطفى حياك الله يا شيخ سيد أخبارك يا سيدنا الحمد لله طيب من فضل الله كان في تسأل الله وتكرمت السؤال الأول يقول إن هو في سنة 2017 قريبا كان بيعمل في مصر هنا براتب كويس تجاوز 15,000 جنيه طيب. فزوجته جالها عقد عمل في السعودية فسافر معاها طيب. واضطر إن هو يشتغل في أعمال أقل من عمله وعشان يكون قريب منها يعني المهم قعدوا هناك 6-7 سنوات والفلوس اللي لموها سوا كان هو بقى اشتغل في اعمال تانية اشتروا بقى بيت هنا وكتبوه باسمه هو يعني هي كانت عفوا أبدأ. يعني بس هي كانت تعمل طبيبة وهو يعمل مرافق ويعمل بقى في المحلات يعمل في اي حاجة تانية يعني شغال برضو يعني وهي كانت طبيبة مش عارف هي مهنتها ايه المهم هي كان رايح معاه مرافق في الاصل بس هو اشتغل برضو هناك لا اصل سؤالي ده له نفع طبعا له نفع يعني اذا كانت طبيبة فسيكون مرتبها أضعاف مرتبها لكن إذا كانت مثلا معلمة أو شيء كده مرتبها متقارب مع مرتبها المهم النهاية المهم هم الآن اشتروا بيت هنا في مصر أيوة. هي بتقول له أنت مالكش في أي شيء وهو كتبه باسمه باسمه هو الآن أيوة. فهو بيسأل يعني إزاي يسموها وإزاي طيب مش هذه قضية يسمع فيها الطرفان هذه قضية يسمع فيها الطرفان لكن على حد قولك أنهم اشترياه معا فيقسم بينهما كلام طيب السؤال الثاني متكرر يا شيخنا احنا في مصر مثلا لما نكون متضايقين من حد بنقول نحن يا شيخ سيد يا شيخ سيد نحن مش احنا هذه ما تنفع نحن اي نحن في مصر لو كنا متضايقين من شيء من انسان معين نقول اللي ما يتسماش أيه. فالآن الدولة اللي بتقتل إخواننا هنقول إن هي ما تتسماش عشان الجماعة بيعملوا معنا إجراءات غير لطيفة حظر يعني بيحظروك نعم يحظرونك إذا تكلمت أيوة أنا المهم إحنا نخاف على الجميع يعني أيوة وبعدين فالدولة اللي ما تتسماش دي الآن في شركة ما تتسماش هي كمان بتدعمها ماديا طيب وهي الآن تدعم إحدى معارض الكتاب في احدى الدول المسلمه هذه الشركه نفسها ايوه هل ناثم اذا ذهبنا الى هذا المعرض لا تاثم طيب سؤال اخير بارك الله فيك بعض المرضى لا يستطيعون ان هم يرفعوا اقدامهم عند الوضوء تحت الحنفيه وما شابه ذلك فبيجيبوا اناء يضعوه في دوره المياه ممكن يستمر فيه المياه مثلا اسبوع او 10 ايام يضع قدمه فيه عند الوضوء ويرفعه ثاني جائز لكن يصب على الرجل وخلاص الحمد لله بارك الله فيك يا مولانا فيك السلام عليكم السلام عليكم حضرتك سامعني لم اسمع ايوه انا كنت لسه متصل بحضرتك بخصوص قضيه اخويا معلش اوضح بس انت اللي اختلعت منك الزوجه او تريد ان تختلع ايوه معلش النقطه بس بتاعت ان انا لسه زوجها هي ما بتستمعش كلامي وبتخرج وبتبات عند اخواتها مثلا وكده بدون امري ما هي الان نقول لك لا امر لك عليه انت لا انت رافض تخلعني هذا وحجتها اسمع حجتها الان هي الان تقول يا ناس يا اهل الاسلام انا لا اريد زيدا خذ يا زيد ما اعطيتني فكني أنا أريد الخلع وأنت تقول لا أن تختلعي إلا بالمحاكم خلاص قل أنا أمام الله أنا أريد الخلع هو اللي رافض هو اللي اضطرني بس كده السطوة دي بقى حضرتك خلال الحكم
انا دي دلوقتي انت رافض تخلعها. قال الجدار للمسمار سل لما تشقني؟ قال سلما يدقني. سنسألها لما أنت رافضة ترجع له يا حليوته؟ تقول أنا لا أحبه وأقول له خذ مهرك خذ مهرك وطلقني. قل لا اشتكي في المحاكم. خلاص أنا اشتكيت في المحاكم وسبت البيت. حكم زوجتي نزلت حكم زوجتي يا حبيبي. سلام عليكم. هي تريد الخلع. أنت رافض. أنت بتمسك بنات الناس رغما عنهن. طب نقطة أخيرة. وربنا يقول ولا تمسكون. نقطة أخيرة معلش. دلوقتي حضرتك حتة الخلع ذات نفسها النهارده أصلا البنت تخلع الزوج وخلاص بدون ما يكون في حد مثلا ناصح. يا أخي افرض واحد دمه تقيل دمه ثقيل باللغة المصرية ولا تحبه هتعمل إيه يعني؟ أنت لو أختك اعتبرها أختك وأختك قالت لك يا أخي الكريم زوجي ده رجل طيب وابن حلال. أنصح. أقعد أنصح أكيد. نصحت بما فيه الكفاية بس اسمع الكلام. قالت زوجتي رجل طيب وعلى دين وخلق بس أنا ما بقبلوش بك أكره دخوله علي أكره دخوله علي فلا أريد أن أتضرر. المرأة التي ذهبت للرسول بهذه المثابة قالت يا رسول الله لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر في الإسلام يعني أخشى أن لو أدي حق فأكفر العشير. قال أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. فأمره ففارقه وانتهى الأمر. هي تقول نفس الكلام وأنت تقول لا أنا مش أطلق. اختلى في المحكمة أولاد وفي أصلا من عشها ما بيننا بس هي ماسكة دماغها بس. الله الله يصبرك. أسأل الله أن ينزل عليك السكينة والإيمان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. معلش كنت بسألك عن الرؤية من شوية بتاعت رؤية ربنا. لا خلاص احنا جاوبناك عنها. الله ليس كمثلي شيء ولا نعتمد على كلامه أبدا. طب أنا أسألك سؤال كيف نجمع بين هذا وبين حديث رسول الله أنه لا يمكن الشيطان أن يجسد في المنام وكذا ده في لا ما فيش اختلاف اصلا. ربنا قال عن نفسه ليس كمثلي شيء. انت تشبه رسول الله برب العباد والحديث ضعيف يعني؟ لا ما انت بتشبه لا ثابت بس انت بتقول عن رسول الله من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. ده بشر بشر مع بشر. يقول دخلت أصلي المغرب وأنا لا أعلم أن الجماعة يصلون العشاء. صليت المغرب ولما انتهيت اكتشفت أنهم يصلون العشاء. ماذا صنعت يا جنرال؟ يعني هل فارقتهم في الثالثة وأتممت العشاء؟ أعد الصلاتين إلا إذا كنت فارقت عند الثالثة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. الحمد لله. لو سمعت قلت عندي مسألة من وجهين. خلاها من وجه واحد. بارك الله فيك. فيكم. الوجه الأول دلوقتي لو شركة بتتعامل بالربا يعني بتقرض فلوس بالربا ولكن فيها جزء بيع بالتقسيط. هل ينفع ان انا اشتري منها سلعة بالتقسيط ولا المعاملة معها لا تجوز؟ هي تملك السلعة او لا تملكها؟ لا تملكها بدون وسيط نفس الشركة. لا بأس. عادي يعني يكون بيع بالتقسيط ما فيش اي مشاكل. خلينا نروح للشق الثاني خلصنا نخلص. تمام. طيب بالنسبة للشق الثاني هي السلعة مثلا لو محددة بعشر تلاف هو بيحدد 15% نسبة على التقسيط. هو حر يبيع كيف يشاء ما دام يملك السلعة. بس هو بيطلب النسبة قبل السعر يعني هو مثلا 1500 زيادة يطلبها في أول شهر وبعد كده تقسط 10,000 مثلا على باقي الشهور. حبيبي خلصنا يا حبيبي. إذا كان الشخص يملك سلعة تمام. لا يجوز له أن يبيعها نقدا أو تقسيطا. وسلامتك. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد ذلك أنا كنت أسألك على أذكار المساء. مالها؟ أفضل وقت ليها. أفضل وقت لها بعد المغرب. بعد المغرب؟ أيوه. طب بالنسبة لشيخ أنا عندي أرض كده قبل النوم وكده وممكن أقعد 5 ساعات على السرير، هل صلاة الجماعة
بالنسبة له، حتى أول ما بيصدق ينام والله. يعني حتى لما بنام معه. يعني عفوا تجلس خمس ساعات على السرير المريض تتقلب ولا إيه بالضبط؟ اه والله يا عم الشيخ. أسأل الله أن يعافيك. والله العظيم ده كان 12 ساعة قبل كده، ودلوقتي الحمد لله أخذت علاج. ممكن تسأل. ثلاث أربع ساعات بس، ده رقم بالنسبة لي كويس يعني. ممكن أسأل طبيب أيضا فوق كل ذلك. أنا ماشي مع طبيب، فهلا صوت الجماعة لما باجي أنام. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. إذا كنت مريضا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يرحمه هشام بن عبد القادر. اللهم فك صلاة أسر المسلمين وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل تفضل. من فضلك أنا كان لي مسألة بسيطة كده. أب عنده أربع أولاد ذكور وبنتين. طيب. قبل وفاته بسنتين توفي ولد منهم بالغ، وترك بنت عندها 9 أشهر حفيدة. حفيدة ابنه توفى في حياة أبيه قبل سنتين، وترك الحفيدة دي يعني قبل والده أشهر. الأب مات قبل الجد بسنتين. تمام. وبعد ترك الوالد ميراث عبارة عن بيت مكون من دور واحد في محلات وشقة. طيب. الأم بعد الأب الجد ما توفى، الجدة أو الأم عاشت في المنزل ولم توزع الدركة. صبرا صبرا، الولد أبو البنت ده ترك شيء بعد ما مات؟ لا ما تركش شيء. خلاص أبوه اللي هو جد البنت ترك تركة، وبعد ذلك؟ تمام. وماذا بعد؟ الأم عاشت في البيت، اللي هو جدة البنت دي. طيب. عاشت ما توزعتش التركة بتاعت جوزها بتاعت الجد. ماشي. خدت كانت مأجرة المحلات وجزء من معاشها، وقامت بانية البيت بكاملها 5 أدوار. طيب. ثم توفيت الأم دون توزيع التركة. طيب. هل ترث البنت في جدها؟ وهل ترث في جدتها؟ لا، ليس لها لا في الجد ولا في الجد. طب أمال اللي بيقولوا المجلس الحزبي أو اللي بيقولوا وصية الوجبة والحاجات دي؟ الحكومة هي اللي بتقول كده لكن بدون دليل. يعني ما ترثش خالص يا شيخنا؟ ملاش أي شيء. سؤالك مركز، هل الحفيدة التي مات أبوها في حياة جدها وفي حياة أمها ترث من الجد أو الأم أو الجدة شيئا؟ ليس لها شيء إلا إذا وصى لها الجد أو وصت لها الجدة بما لا يتجاوز الثلث، أو رضي أعمامها أو أخوالها. يعني أعمموها وعماتها لو رضيوا بأي شيء دولة يبقى ده من عندهم هم؟ نعم، بطيب نفس. لكن طب وفي القانون ولا في أصل احنا سألنا في جهة فقالوا دي وصية واجبة. ما نقول لك الحكومة بتقول وصية واجبة، لكن أنا أنت بسألني عن الشرع ولا عن الحكومة؟ الشرع يا باشا، الشرع يا شيخ. أجبتك الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم. السلام. عريتي شغال في مصر للتأمين. نعم، ماذا قلت يا أختي؟ عريتي بجنبي شغال في مصر للتأمين. عريس متقدم لك شغال في مصر للتأمين، غيره أفضل. إيه فيها شبهة؟ غيره أفضل، غيره أفضل. سمك طبعا بلا شك سمك. عافاك الله يا اختي امل بنت بدير. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت انا كنت اسال سؤال خاص باللي سؤال خاص بالصلاه الجماعه لما خاص بيه؟ ابدا صلاه الجماعه. صلاه الجماعه. لما ابدا انفخر مثلا ابدا في الركعه الثانيه او الثالثه مثلا، تمام؟ امشي مع الامام عادي يعني اقرا معاه عادي، ولا امشي مع اللي انا مع بدايه قرايتي انا؟ يعني مثلا اول في اول سوره فتح الفاتحه او سوره قصيره لو مثلا في الركعه الثالثه. انت كده كده ستقرا الفتح صح؟ تمام. اذا تبقى لك وقت اقرا سور، ما فيش مشكله عندك ابدا. حتى لو هو كان في الركعه الثالثه مثلا؟ وانا حتى هو نفسه في الركعه الثالثه لو قرا سوره بعد الفتح ما لهوش مشكله. بارك الله فيك. يعني
لكن سرا يعني مش قهرا يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف فضلت الشيخ؟ تفضل. سؤال كده يا مولانا. السلام طه. اللهم صل على رسول الله. الوقت في السؤال بالسؤال كتير. في شركة في المنصورة شغالة في تطلع العمرة. هي اصلا مش شغاله في العمره يا شيخنا. هو العميل مثلا يقول ما عندناش اقساط يا طه, فيوجهوه لمكان معين. لا لا لا, نعم ايه السفير اللي عندك, اقفل السفير. طيب السؤال ده يا شيخنا, مثلا شركه السياحه مش شغاله في الاقساط في العمره اقساط او يحج اقساط, في مكتب بقى ملوش دعوه بالحاجه دي خالص شغال الاقساط, العميل او المعتمر يروح للشركه ديت, هي تدفع الفلوس كامله لشركه السياحه وشركه السياحه تستلم فلوس كاملة من الشركة ديت. لا يجوز يا شيخ, شركة تمويل لا يجوز. تمويل. ايوه تمويل ربوي لا يجوز يا شيخ طه. واكون عملت كده. نعم جزاك الله خير يا سيدي. عملت كده يا طه؟ نعم انا ما عملتش كده والله يا شيخ. ايوه لا بتعرض عليك بس بعرضها لحضرتك. الله يسلمك شكرا. حبك الله يا ابراهيم ابن موسى, اخيرا ظهرت يا ابراهيم ابن موسى. ماشي مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك يا شيخنا. وفيك وفي عمرك. يا شيخ, إذا شخص ولد على بشرته شيء من مني يابس. شيء عفوا زي من مني يابس. طيب السؤال. إنه اغتسل وتوضع. فإذا وجد هذا المني هل يعيد الغسل أم يتوضع أم ماذا يفعل؟ لا يعني على الثياب فقط. لا لا على البشرة. مش هو غسل اغتسل؟ نعم نعم اغتسل ولكن وجد بعد الغسل هذا الشيء. لا الغسل صحيح إلا إذا كان نام بعد الغسل. إذا كان نام بعد الغسل, إذا كان نام يغتسل ثاني وعيد الصلاة. تمام. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا, فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا
وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأسلل سقائم قلوبنا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا رب يا خير الرازقين ارزقنا، يا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير المنزلين اكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا خير حافظا يا ارحم الراحمين احفظنا وارحمنا. يا رب العالمين انصر الاسلام والمسلمين، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وايدهم بتأييدك يا رب، واجمع كلمتهم على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم التسليم. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.